بسم الله الرحمن الرحيم. حلول مشاكل برج السرطان او هيمنة السرطان او اي كواكب في السرطان، احنا هنبتدي نقدم حلول للموضوع ده. امبارح عملنا شرطة مكافحة ملوك الدراما، النهاردة السرطان. هو احنا كنا امبارح قارئين عليه الرقية الشرعية ومعالجينه، وكان الراجل قاعد ساكت وطيب وبيضحك وبيبتسم زي بقية خلق الله، لكن صحينا من النوم إذ فجأة بنكلمه ما بيردش على الرسائل، إذ فجأة بيرد على الرسائل وما بي... ما بيكلم يعني ما بيتفاعلش، أو يعني بيشوفها وما بيتفاعلش، أو إنه صاحبنا تقريبا قفل التليفون خالص، قفل الجوال بتاع حضرته ومش راضي يكلم أي حد. تيجي تكلمه، أنا زعلان، أنا متضايق، أنا مزنوق، على طول يتعصب ويتزربن، أنا واخد منك موقف ويفهمك غلط. انت ما ردتش على التليفون ليه؟ انا كنت محتاجك، انا كنت بموت، انا كنت بطلع في الروح، بس استأذنت من سيدنا عزرائيل وقلت له عد عليا بكره والنبي. يعني انت فاهم اللي هو ايه، يحسسك انه اي فعل انت عملته ان القيامه فيه كانت هتقوم. انت ليه ما صحتنيش اروح الدوام؟ انا كنت هقابل رئيس الجمهوريه في الدوام النهارده وانت ضيعت عليا المقابله. انت فاهم اللي هو شخص يتشره يعني يطلع العيب فيك في كل حاجة. انت ليه ما عملتش ايه؟ اصل انت كل شوية انا بطلب منك، اللي هو يتحلطم ويتشره، والعيشة معاه عيشة تأثر العمر. برج السرطان، انت عايش مع انسان يأثر لك عمرك، ربنا كتب لك انك هتعيش 70 سنة. لو رحت اتجوزت واحد من ملوك الدراما من برج الحوت او برج العقرب او برج السرطان، فانت بتسود عيشتك، انت عايز ربنا ينقص في عمرك فرحت تتجوز منهم. فالعيشة مع ملوك الدراما عيشة تأثر العمر، تخلي عمرك يقصر من كتر الحزن ومن كتر الهم اللي هيعملوه في حياتك. لذلك احنا بقى عايزين نشوف حلول للمخلوق ده، اللي هو كل شوية زعلان، كل شوية مقموص، كل شوية محتاج حد يراضيه، كل شوية محتاج حد يجي يصالحه، كل شوية يبكي، كل شوية عايش دور الضحية، كل شوية مظلوم، كل شوية زعلان، أسبوعين متخاصمين وأسبوع متصالحين، أسبوعين متخاصمين وأسبوع متصالحين، 20 يوم بنتخانق مع بعض ويوم واحد بس هو اللي متصالحين. طب ما هي العيشة معاه عيشة، ما ينفعش أنا أعيش مع واحد 100% من الأيام متخاصمين و0% من الأيام متصالحين، أو بنتصالح يوم واحد في الشهر و29 يوم بنتخانق. كده العيشة معاه اسمها عيشة سودة وعيشة زرقاء، وكده العلاقة معاه اسمها علاقة سامة، وما ينفعش إن احنا نكمل مع برج السرطان بهذا الشكل أبدا. اليوم 20 ساعة أو 24 ساعة أو 90 ساعة، زي ما انت عايز تقسمهم براحتك خالص. برج السرطان لو اليوم 100 ساعة انت هتتصالح معاه ساعة واحدة بس، و99 ساعة هتتخانق معاه. لو انت بتصحى في اليوم 12 ساعة وبتنام 12 ساعة، فانت هتتصالح معاه ساعتين بس، وال10 ساعات كلهم خناقات ومهاترات، وقاعد بتوضح له موقفك وبتشرح له موقفك، لان هو انسان لعين يحب يتشره كتير، ويحب يطلع نفسه زعلان، او يحب يطلع نفسه ان هو يعني المظلوم او ان هو الضحية. فكده العيشة مع برج السرطان عيشة سودة، حارة سد او حيطة سد، او بص اللي هو ايه من الاخر كده هو، يعني مش احنا مش عارفين نعمل ايه، انا مش عارف اخد قرار، انت مش عارف تاخد قرار. طب اروح اصالحك؟ طب خلاص حاضر، انا غلطان، انا اسف جدا، انا بتأسف لك يا برج السرطان معفن، انا جاي اسامحك وجاي احب فوق راسك، وانت ما تزعلش مني، وانا غلطان واسف ان غلطت في حقك. انت انسان حساس، انت انسان ناعم، انت انسان طري، انت انسان محترم، ابن امك وابوك، اهلك ربوك، انا انسان مش متربي، انا اللي غلط، انا اللي وحش، انا اللي فيها العيوب كلها. رضيت يا برج السرطان؟ انت رضيت خلاص كده، اتراضيت، سمعت الكلام اللي انت كنت عايز تسمعه؟ طيب رضيت عليا يعني؟ طيب ممكن لو سمحت ما تزعلش تاني بقى، عشان انا مش فاضي اصالح فيه كل شوي بصراحة. يعني ممكن في ابراج ترابية تستحملك وتستحمل شرهتك وزعلك كل شوي، وان هي تيجي تصالح فيك، لكن بصراحة انا مش هقدر استمر معاك لفترة طويلة، لان انا مثلا من الابراج النارية او من الابراج الهوائية، ومش مخلوق ان انا استحملك. اللي ربنا خلقه انه يستحملك هم مواليد الابراج الترابية، هم اللي ممكن بالهم طويل عليك شوي، ويقدروا يستحملوا الزعل والقمصة بتاعتك كل شوي. كل شوي قاعد في الركن وبتعيط، ها، كل شوية تعمل لي بلوك، كل شوية ما بتردش على الرسائل، ولو شفت الرسائل ما تردش عليها. طب وبعدين
هتصل بيك تبلكني، هتصل بيك ما تردش. طب احنا هنتجوز بعد كده يا برج السرطان لحد امتى؟ فاحنا يا ابن الحلال لازم نتطلق يا برج السرطان، او انك تروح تغير من نفسك، او انك والنبي قبل ما تطلع من بيت امك ولا بيت ابوك تفهمنا ان انت دي قصتك في الحياة. قصتك في الحياة ان انت انسان زعول كل شوية مقموص، انسان انا بسميك يعني من وجهة نظر الشخصية ان انت انسان لعين، العيشة معاك هي عيشة تأثر العمر، وانت انسان ما تتعاشرش وما ينفعش نعاشرك ولا ينفع ان احنا نعيش معاك. انا خلاص انا فعلا اعلنت التوبة بتاعتي، ان انا فعلا رفعت ايدي منك او غسلت يدي من ان انا اتنمر على الابراء. انا مش هتنمر ولا حاجة، بس ده فيديو بيوضح كيف العيشة معاكم. انتوا كيف عايشين؟ انتوا عايشين علشان تطلعوا اخطاء الناس وتزعلوا عليها وتعملوا نفسكم مقموصين. برج العذراء عايش ازاي؟ برج العذراء عايش علشان يطلع اخطاء الناس ويشتغل مدير عليها، ويشتغل المصلح بتاع الكون، يشتغل الرسول والاله الجديد بتاع الكون. هو عايز يعيش في الدور ده، دور الناظر، دور الرجل التربوي الفاهم. طيب برج الحوت عايش ازاي؟ عايش علشان يطلع اخطاء الناس كلهم ويعيش هو دور الشريف المعصوم الذي لا يخطئ. فكل برج عايش باسلوب، ودول ثلاث ابراج مشهورين جدا بالموضوع ده. اذا كان السرطان او اذا كان العذراء او اذا كان الحوت، مره مشهورين بالموضوع ده، بزياده مشهورين بالموضوع ده، ان في واحد بيحب يتصيد اخطائك او يدور على ثغرات علشان هدف معين. السرطان هدفه انه يزعل عشان انت تيجي تصالحه، لان هو المرض النفسي اللي عنده بتشبع عاطفته لما تروح تصالحه وتطبطب عليه وتحب على راسه وتمسح على شعره وتمسح على كتفه وعلى ظهره وعلى قفاه وعلى بطنه وعلى صدره وعلى كل حتة في جسمه، ان هو ما يزعلش وخلاص واخر مرة، ومسامحينك وسامحني وسامحتك وسامحنا بعض، وسمن على عسل، وصفحة بيضة وصفحة جديدة وصفحة زرقاء فوق دماغك يا برج السرطان. هكذا هكذا هو عايش حياته كلها، يعني اليوم 90 ساعة، هو عايش ال 90 ساعة كلهم زعلان ومقموص. طب وبعدين يا ابن الحلال؟ طيب وبعدين؟ يعني نهاية حياتك دي هتستمر كده يعني؟ هو احنا متجوزينك يا برج السرطان علشان نستمر معاك المعاناة دي؟ فلا تصالح برج السرطان، لا تحاول ان تصلح العلاقة بينك وبين برج السرطان. اذا خربت او فسدت العلاقة بينك وبين برج السرطان، انا بنصحك بقولك خربها اكتر واكتر، افسدها اكتر واكتر. هو الغلطان، هو اللي ما بيصدق يلاقي اي سبب يزعل عليه. هو كده البرج المقموص الزعول ابن الماما الحساس الناعم الطري، هو كده، هو ربنا خلقه كده، واحد اوفر دراما، الدراما الاوفر. فلذلك ده من ضمن يعني سلسلة حلقات طويلة جدا انا هعملها، هسفل في البرج ده الى يوم القيامة، لين الناس يوصلها سلسلة الحلقات دي عن برج السرطان ويعرفوا يتعاملوا مع ان ده انسان مستنزف للطاقة، ده انسان مستنزف للطاقة بشكل انت لا تتخيله، وباسلوب طفولي، وباسلوب انه يطلعك انت الغلطان بالشكل البريء والوجه الكيوت والدموع الجاهزه. الدموع جاهزه، ادوات الـ يعني الاستعطاف وتسول الشفقه والعطف جاهزه. فانا بقول لك الحل مع برج السرطان انك يا تبعت له الفيديو ده، او انك تحفظ الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده وتروح برضه تسفل فيه وتمسح فيه السيراميك زي ما انا دلوقتي كده مسحت فيهم السيراميك والبلاط والاسفلت. الحياة مع برج السرطان هي حياة تأثر العمر. لو ربنا كاتب لك انك هتعيش 100 سنة، مع برج السرطان انت هتعيش 40% بس من حياتك، وهتعيش 40 سنة وهتخسر 60 سنة بسبب كآبة والطاقة السلبية بتاعت برج السرطان. ما انصحكمش تلوموا نفسكم على هذا الانسان، ما انصحكمش تزعلوا نفسكم على هذا الانسان. هذا الانسان شره زعول ابن ماما والله، ورحمة امي ورحمة اختي، حتى ولو حصل ايه في الحياة ان انا يعني هخسر زباين او اخسر ناس، عادي هكمل في الكلام اللي انا بقوله ده زي ما هو كده. هو ده برج محتاج الضرب بجميع الجزم اللي موجودة في الكوكب كله، جميع الجزم وجميع الشباشب تضرب هذا البرج العظيم. ليه؟ لان هو كل شوية زعلان وعايز اللي يرضيه.
فاحنا مش فاضيين كل شوية نراضيه، في بابجي عايزين نروح نلعب بابجي، عندنا شغل، عندنا فلك، عندنا يعني صياعة عايزين نصيع، مش فاضيين لك بصراحة. فلو سمحت يا برج السرطان، انت اضعف برج ممكن تتفق مع الابراج النارية او الابراج الهوائية. لو سمحت لا تلزق فينا وسيبنا في حالنا، يا انسان يا معفن، يا انسان يا زعول، روح اقعد في حالك، لان احنا مش هنصالحك ومش فاضيين نيجي كل شوية نصالح فيك، مش فاضيين للكلام ده. خلوا بالكم البرج ده مستنزف للطاقة بعنف. شكرا شكرا، حرصوا على طاقتكم وحرصوا على نفسكم. شكرا.